يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا الأحد مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.